ولعلمكم لما انقسمت إسرائيل دولتين في التاريخ الأول في الإفساد الأول يهودا والسامرة، لما زالت السامرة إسرائيل سنة 722 كان الملك اسمه هوشع، وكان والعجيب انه ما كانوش منتبهين هم مظبوط في كتبهم، كان الملك هوشع وكان الملك 19. بعد 136 سنة مع انه انقسموا مع بعض بعد 136 سنة 586 زالت يهوذا وكان الملك اسمه صدقية وهو الملك 19. اثنين، ولعلمكم اذا بدكم تحسبوا الان الفترات الموجودة نتنياهو في الفترة 18، تمام؟ شو يعني فترات؟ يعني اذا نتنياهو الان اذا بتلاحظوا نجح في الانتخابات، فهاي فترة قد ما ينجح طالما ورا بعضه، شو اسمها هاي؟ فترة. اذا اجى غيره بعدين رد رجع بصيروا ايش؟ لان فترات ملك. طب هكيت في كم فترة ملك من يوم ما وجدوا نتنياهو في 18؟ كان في 18 ونجح ظلوا في 18. ما بجوز انا مش تقولوا يعني انه 2022 تيجي بتصعد